أهلا بكل عشاق الزراعة المنزلية ونباتات الزينة أينما وجدتم. هذا النبات الجميل الشكل يوجد في حديقة عامة منذ سنوات وأنا ألاحظ وجوده، وفي هذه الحديقة الجديدة والتي ما زالت لم تفتح أبوابها بعد للزوار زرعت شتلات كثيرة وكثيرة وكثيرة من نفس النبات. وعلى جنبات هذا الشارع الطويل زرع نفس النبات بأعداد وكميات هائلة. ستقولون جميل، فأين المشكل؟ المشكل أصدقائي هو أن هذا النبات والمسمى بالدفلة نبات سام بل شديد السمية. إذا مضغ طفل صغير ورقة واحدة فستؤدي لا قدر الله لوفاته. المشكلة أصدقائي أن سمية هذا النبات ليست فقط عند مضغه أو أكله بل أيضا عند لمسه أو شم أزهاره. الدفلة تنتشر بكثرة في الشام والخليج، وسمعنا سنة 2016 أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا بإزالة نبات الدفلة ومنعت زراعته في المدارس والحدائق العامة والشوارع. نشرت سابقا فيديو تحت اسم حديقة الجيرانيوم، وشاهدتم ما شاء الله كيف زين الجيرانيوم بتعدد ألوانه المكان. وهذه دعوة للمهندسين الزراعيين التابعين للبلديات أن ينتبهوا لهذا الخطر الكبير المنتشر في شوارعنا وحدائقنا ومدارسنا، وأن يزال فورا ويعوض بنباتات أخرى جميلة ومزهرة ولا تشكل خطرا لا على صحة الإنسان ولا الحيوان. الدفلة ليست سامة فحسب بل شديدة السمية، ليس فقط عند أكلها كما قلنا بل أيضا عند لمسها أو شمها أو عند حرقها لاحتوائها على سم يسمى أوليندارين، وهو سم خطير وفتاك. فجزاكم الله خيرا، شاركوا هذا الفيديو لنحذر أكبر عدد من الناس الذين قد لا يعرفون هذه المعلومة. النقطة التي تجعل الكثيرين يزرعون الدفلة كنبات زينة هو جمالية أزهاره التي تأتي باللون الأصفر الأبيض الأحمر الوردي، وأيضا لقوة تحملها للظروف المناخية الصعبة، لكن أضرارها أكثر من فائدتها. بخصوص ألوان الزهرة أصدقائي، فهناك تدرج في سمية النبات حسب صنفه وحسب لون الزهرة. فمثلا الدفلة ذات اللون الأصفر أكثر سمية من اللون الأحمر مثلا. سمعنا في السنوات الأخيرة موت أغنام وماعز وحيوانات أخرى في البادية بعد تناول الدفلة، فالمرجو الحيطة والحذر خاصة للأطفال الصغار والحيوانات المنزلية. أصدقائي، بالنسبة لأعراض الإصابة بتسمم الدفلة فتبدأ بزيادة ضربات القلب وبرودة الأطراف وشحوب الوجه والجسم. لا أريد التحدث كثيرا عن أعراض التسمم بقدر ما أؤكد على تجنب زراعة الدفلة الخطيرة، والتي حتى وإن لم نضغها أو لم نلمسها فهي تطلق غاز آخر، وهذا الغاز بدوره غاز سام. إذن أصدقائي، أعتقد أن الرسالة وصلت، فاللهم إني قد بلغت. فشارك الفيديو لنحذر أكبر عدد من الناس من هذا النبات السام. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. Thank you.